الثامن الخاص هنا بأيضا الثنايا القعدان المهدنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ في هذه الأمسية التراثية الجميلة في هذه الانطلاقات الرائعة والستة كيلومترات. هي الفيصل بين نوعية متميزة هنا من ثنايا أصحاب السمو الشيوخ. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة مكرم لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار أحمد في التضمير، بينما المركز الثاني براق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في تضمير شاهين. ياتينا ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اسهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي في تضمير، وعلى المركز الرابع نجد لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وفي تضمير حمد بن خميس لغويص، بينما المركز الخامس هنا التسلل في هذه لحظاتي من شاهين على خامس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرط الحميري، والقدوم هنا من الدوربين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي في تضمير، وهناك شاهين لأيضا المتواجد أو هنا من ينطلق بهذه اللحظات والانطلاق الرائع من الكاظم لأبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي، ولكن همنول من يتدخل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري بهذا الانطلاق. تاسع المراكز الخمري في المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن نايع بالشاوي لغفلي، وعلى المركز العاشر عاشر المراكز من ينطلق بهذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني وحمد بن لزيوح المري في تضميره. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم كاملة مكملة في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. وما خلف العشر هناك أيضا أسامي تتواجد بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة، ولكن مكرم مكرم على الصدارة، مكرم على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار أحمد في تضميره. من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول؟ ثاني المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي في تضميره، وعلى المركز الثالث هناك يأتينا براق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في تضميره. نجد ياتي رابعا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن خميس الغويص السويدي في تضميره. خامس المراكز الكاظم قادم لابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي في تضميره. من ياتينا في هذه اللحظات خامسا؟ والمركز السادس اول ندى للصوغان سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري في تضميره. من ياتينا على المركز السادس؟ وفي المركز السابع شاهين ايضا يتواجد على المركز السابع بايضا لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني وحمد بن لزيوح المري. من ينطلق هنا أيضا على المركز السابع؟ ثامن المراكز هملول سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وتاسع المراكز المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والباسل من ياتي عاشرا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن ثعيل بن هايري في تضميره. من ياتينا على عاشر المراكز؟ هذه هي العشرة المراكز الأولى،
وضعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق والتحدي. هو الإثارة ومكرم مكرم لا زال على صدارة على المقدمة على المركز الأول من بداية الانطلاقة، وهو مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر السيد مختار أحمد على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه الانطلاقات الرائعة. نقد ياتينا ثانيا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن خميس الغويص في تضمير من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز، المركز الثالث الكاظم، الكاظم لابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي في تضميره، ولكن الباسل 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 قادم في هذه اللحظات ويتسلل من مركز الى مركز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم عبد الله بن سعيد بن الهايري في تضميره، وعلى المركز اذا هناك الرابع ياتي صغان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن محمد بن نايفه الهاجري في تضميره، الكاظم خامسا لابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير بقياده المضمر السيد سلطان بن سلمان العتيبي. من ياتينا بهذه الانطلاقه وارى هنا ايضا الخمري سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المضمر سيد سالم بن نايع بالشاوي لغفلي، ومن الجانب الاخر هناك ايضا الوصول من هملول سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقياده المضمر السيد سالم بن هنا ايضا المضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري، ولكن الوصول من شاهين لسمو الشيخ عبد العزيز سمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد بن سلوم الخاطري في تضميره، ونعود الى الصداره، نعود الى المقدمه الى المركز الاول الى الانطلاقه الى التحدي الى الاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكروم، ومكرم مكرم لا زال على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مكرم لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار أحمد في تضمير من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الباسل في المركز الثاني، الباسل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن ثعلب الهايري وصغان، ثالثا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، والكيلومتر الأخير الخمري من يأتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات، الخمري لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سالم بن نايع بالشاوي لغفلي، وهنا الوصول في هذه اللحظات من شاهين سمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد بن سلوم الخاطري في تضميره قادم بكل قوة، الله الله بن سلوم قادم عينه على المقدمة على الصدارة على المركز الأول هنا مع شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى وسلطان بن سعيد بن سلومة الخاطري في تضميره، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والأربعمائة متر الأخيرة. المركز الثاني يأتينا الخمري ثم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن نايع بالشاوي لغفلي ومليح، ثالثا في أول نداء لهقن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، ولكن هنا الصدارة هنا المقدمة هنا أيضا على الصدارة شاهين من يسيطر على زمام الأمور على الصدارة سمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد بن سلومة الخاطري في تضميره، تهانينا والناموس والسلام سلام لأهالي أم القوين على هذا الأداء الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس، هي لحظة وصوله. المركز الثاني مليح من هجن الرئاسة، بينما المركز الثالث الخمري لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، المركز الرابع من هجر العاصمه، المركز الخامس الباسل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتائج للمراكز الاولى مشاهدينا الكرام، نعود الى التوقيت الزمني و
ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، قاطع المسافة 9 دقائق 39 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى، تهانينا لسلطان بن سعيد بن سرومة الخاطري، بينما المركز الثاني كان من نصيب مليح من وصل في المركز الثاني لهجن الرئاسة، 9 دقائق 42 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري، بينما المركز الثالث كان من نصيب الخمري سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم. تهانينا لسالم بن نايع بالشاور غفري، 9 دقائق 46 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه دائما وأبدا نستعين. أيها الأعزاء، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.